امتى بقى جات لك قصه اللي انت تنطط الكوره وتخش مقصوره جيرس؟ جات لي من حوالي 3 سنين. قلت طب انا طالما ربنا مديني موهبه ليه لا؟ قال لي لا ما اعملش حاجه تشرف مصر يعني مش مش يعني يعني بغض النظر عن اي حاجه ليا واضافه ليا في حياتي طبعا. ليه لا؟ قال لي لا ما اعملش حاجه كده. فدورت واكتشفت ان الموضوع ده ما فيش حد عامله. قلت طب انا ربنا مديني موهبه ان انا انطق وانطق عدد كبير. فليه لا ما اعملش رقم؟ فده اللي انا اشتغلت عليه. قعدت حوالي اكتر من 3 سنين بتدريبات بس. طبعا عازل نفسي عن حاجات كتير. في حاجات كتير 3 سنين بتتمرن 3 سنين تدريبات اكيد انواع مختلفه من التمرين مش نوع واحد. طبعا تدريبات طبعا لجسمك وتدريبات للعبه وتدريبات للنفس والكلام ده كله. يعني طبعا انت بيبقى في معدل للجري. تجري سواء في اسفلت سواء في رمله. طبعا الرمله بيبقى احسن لك. تجري في رمله بتديك نفس اكتر. تدريبات طبعا المتواصله اللي هي مثلا يومين 3 ساعات تدريبات الكوره. في طبعا اطالات في استريتشات بتعملها للجسم. فيعني بتضيع يعني بتلاقي حوالي مثلا ايه نص يومك ضايع في تدريبات.